السلام عليكم. شركة ريلمي أعلنت عن هاتفها الجديد ريلمي السي 3، وفي الفيديو ده هوضح كل حاجة محتاج تعرفها عن الهاتف. الشاشة بتكون IPS LCD بقياس 6.52 بوصة بدقة HD Plus 2560x720 بكسل بكثافة بكسلات 270 بكسل لكل بوصة، ونسبة استحواذ الشاشة بالنسبة للواجهة بتكون حوالي 90%، والشاشة عليها حماية من كورنينج غوريلا الجيل الثالث. ظهر الهاتف والفريم بيكونوا من البلاستيك، وزن الهاتف بيكون 195 جرام. المعالج بيكون ميديا تك جي 70 بتقنية 12 نانومتر أوكتا كور، ومعالج رسوميات بيكون المالي جي 52. بالنسبة للكاميرات، الهاتف بيجي بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، التانية بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4 للديب سنسور، والكاميرات بتدعم البانوراما والإتش دي آر وبتدعم الكروما بوست وبتصور 1080x30 إطار. بالنسبة للكاميرا السيلفي فبتيجي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، والكاميرا بتدعم الإتش دي آر وبتصور 1080x30 إطار. البطارية بتيجي بسعة 5000 ملي أمبير، والشحن بيكون 10 واط، ومنفذ الشحن بيكون مايكرو يو اس بي. الهاتف فيه جاك 3.5 ملي وفيه راديو اف ام، وبيدعم الاو تي جي، وبيدعم تركيب شريحتين وكارت الثلاثه مع بعض، وبيدعم الشحن العكسي. وبالنسبه لسعر الهاتف فالهاتف بينزل بنسختين 3.32، ودي سعرها بيكون بحوالي 100 دولار، 4.64، ودي سعرها بيكون بحوالي 112 دولار. وهيبدا بيع الهاتف في الهند بدءا من يوم 14 فبراير. ده كان كل حاجة الفيديو النهاردة. ياريت لايك وشير للحلقة عشان توصل لأكبر عدد، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل. دعمكم بيفرق في الاستمرارية. ألف شكر على المشاهدة، واشوفكم في فيديوهات تانية إن شاء الله.